أثابكم الله فضيلة الشيخ، كثر السؤال من الإخوة المعتكفين في المسجد الحرام عن استخدام الكهرباء الموجودة في الحرم لشحن الجوال، هل في هذا شيء؟ أنا قلت فيما سبق استأذنوا من الرئاسة، من رئاسة شؤون المسجد الحرام، استأذنوا منها، إذا أذنت فلا بأس، إذا لم تأذن فلا يجوز لكم هذا. نعم.